ومعانا اتصال. اهلا بيكي يا ست ام حماده، اتفضلي. بقولك يا حبيبتي، الواد حماده ابني كان له سؤال عند حضرتك. انت سامعاني يا حبيبتي؟ ايوه سامعاكي يا ست ام حماده، اتفضلي. يتفضلك الخير يا اميره يا بنت الامره. انا قلت للواد حماده ابني مفيش حد هيطمنك ويريح بالك غير هي الست ناديه، الست ناديه اللي وشها كله سماحه، الملاك البريء. اشكرك وربنا يقدرني على حل مشكله ابنك حماده، اتفضلي. الواد ده حماده ابني واقع في مشكله كبيره قوي. من يومين كده كان مزنوق في قرشين، قام اضطر يا حبه عيني يبيع العجله بتاعته. اصل هو متعود من صغره وحياتك كل اول شهر كده يروح المستشفى اللي بيتعالج فيها الاطفال الصغيرين ويطلع لهم اللي فيه القسمه والنصيب اللي ربنا يقدره عليه، لكن المبلغ ده مش ممكن ابدا يقل عن 50 جنيه او حياتك. والله ده شيء يشكر عليه وربنا يجعله في ميزان حسناته. المشكله فين يا ست ام حماده؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. الواد حماده ابني كان بيصلي الجمعه اللي فاتت في مسجد الشيخ عكروت اللي في اخر الزاويه الحمراء عند عاطفه ابو محروس، وبعد الصلاه ما انتهت الشيخ المسجد قال لهم ان في وليه غلبانه بتجري على اطفال يتامى محتاجه القرشين وان حالتها تصعب على الكافر، وطلب منهم اللي يقدر يقدم لها اي حاجه اي مساعده يعني يبقى له الاجر والثواب عند ربنا. قام الواد حماده ابني الوليه صعبت عليها على الاخر، قلبه اتقطع عليها، قام اتبرع لها بكل الفلوس اللي كانت معاه، الفلوس اللي هو كان ناوي يحطها في المستشفى بتاعت الاطفال. والله يا ست ام حماده انا مش هقدر اقولك غير انك احسنتي تربيه حماده ابنك. ربنا يبارك لك ويحفظك يا اميره يا بنت الامراء. المشكله فين يا ست ام حماده؟ الواد ده حماده بعد ما اتبرع بالقرشين اللي كانوا معاه للوليه الغلبانه الفلوس اللي معاه خلصت، وادينا في اول الشهر اهو، هيجيب منين قرشين تانيين عشان يسدد بيهم الدين اللي عليه ناحيه الولاد الصغيرين بتوع مستشفى الاطفال؟ دي عاده وهو ما يحبش يقطعها ابدا. هو مش دين ولا حاجه يا ست ام حماده، احنا ممكن نقول انها عاده حميده. وبعدين الاهم من كده انه يكون صرف الفلوس فعلا في مصرف من مصارف الخير ايا كان ايه هو المصرف ده. احنا دايما بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومرة تانية من الواجب عليا اني اقولك انك يا ست ام حمادة احسنتي تربية حمادة ونعم الاخلاق. اما بالنسبة للاطفال الصغيرين فأهل الخير دايما خيرهم ممدود وموصول، وربنا بيجازي كل واحد على قدر عمله وعلى قدر عطائه. بلاش حمادة ابنك يحمل نفسه ما لا يطيقه. لا يا ست نادية، حمادة ابني ربنا يبارك له يا رب ما يردهوش الكلام ده أبدا. حمادة لازم يكون أول واحد يمد إيده للمحتاج وللغلبان، ولو حتى بلقمة عيش، حتى لو هيقطعها من لقمة عيشه هو. ربنا يحفظه ويبارك له ويجازيكي خيرا لانك احسنتي تربيته. وعشان كده باع العجله بتاعته لصاحبه عبد العزيز، باعها له بال50 جنيه، واخد ال50 جنيه وراح حطهم في المستشفى. والله ده فضل كبير منه وشيء يشكر عليه. المشكله يا ست ناديه ان حماده من ساعه ما باع العجله لصاحبه عبد العزيز يعني حماده ما بينامش الليل، ما بيرتاحش على جنب. ليه بقى؟ لان العجله بتاعه حماده كان فيها عيب صغير، عيب مش باين خالص، وحماده نسي يقول لعبد العزيز صاحبه عليه. عشان كده يا حبه قلبي ما بيغمضلوش جفن، بيكلم روحه من وقت للتاني. عيب ايه يا ست ام حماده؟ الكاوتش بتاع العجله، لا مؤاخذه يعني في الكلمه، مفسي مريح ومحتاج نفخ، وطبعا نفخ الكاوتش ده هيتكلف، فكان لازما حماده يقول لصاحبه عبد العزيز ويخصم ثمن المنفاخ من ثمن العجله اللي هو اخده منه. حمادة ابني بيقول ان ده غش ومن غشنا ليس منا. حمادة ابني ما يرضاش القرش الحرام ابدا. اسمحي لي يا ست ام حمادة اقولك واكرر عليكي وعلى السادة المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي، اكرر واقولك انك بالفعل وبكل تأكيد احسنتي تربية حمادة ابنك. يا ريت كل ابنائنا وبناتنا
يكونوا في أخلاق وحسن تصرف حمادة ابنك، ونعم الأبناء بجد ونعم الأخلاق. والله أنا لو كان وقت البرنامج يسمح كنت طلبت من حضرتك يا ست أم حمادة نعمل مداخلة مع حمادة ابنك، وكنت هطلب منه كمان ينضم لينا في أسرة البرنامج هنا، ينتفع من علمنا وننتفع إحنا من أخلاقه العظيمة اللي انت بتحكي عنها. يا ريت والله كان ممكن، بس الواد حماده ابني انا عارفاه ملوش تقطان على الشغل، وبعدين ده بيتكسف ما اقولكيش. يا ريت تدعي له دعوتين حلوين كده عشان ربنا يصلح حاله. ده يمكن نكون احنا يا ست ام حماده اللي محتاجين منه يدعي لنا دعوتين، مفيش افضل ولا اقرب من دعوه المحسنين والمتصدقين. طب بالنسبه للعجله يا ست الكل، يرد جزء من المبلغ اللي هو حصل عليه لصديقه عبد الحميد عبد العزيز يا ست الكل، ايا يكون المهم يرد جزء من المبلغ تكلفة الاصلاح، وبكده يبقى مفيش اي ذنب عليه والله اعلم. اما هو اصل الواد حمادة ابني مش هينفع يصلح العجلة. ليه يا ست ام حمادة؟ كلام في سرك يعني؟ اصلها مش بتاعته، ده سارقها والله سارقها، فهو خايف يعني يوديها للعجلاتي يقوم العجلاتي يتعرف عليها، اصله سارقها من عنده من قيمة يجي شهرين كده. حمادة ابنك سرق العجلة من عند العجلاتي؟ لا ما تفهمينيش غلط، اصل هو في ليلة ما سرقها ما كانش دريان بروحه خالص، كان في دنيا تانية غير الدنيا، اصحاب السوق بعيد عنك عودوه على حاجات كده بيستعطاها بتخليه تايه بيتوه خالص، فبيعمل الغلط من غير ما يحس، حقن وحاجات بتتشام وبرشام. حمادة ابنك بياخد حبوب مخدرة؟ منهم لله اللي عودوه عليها. حمادة ابني ده كان ملاك بريء، كان بيتكسف ولا كسوف البنات، ده لما كان يعني يعاكس بنت على ناس يتحارى ولا يتحرش بعيلة في أتوبيس كنا بنقول ده غلط غلط كبير قوي. حمادة ابنك بيتحرش بالبنات في المواصلات العامة؟ ومستغربة كده ليه بس؟ هو في حد بيتعطى اللي هو بيتعطى ده ويبقى فايق لروحه ويحس هو بيعمل ايه؟ ده حمادة تعبان على الاخر. ده ابنك حمادة اللي اتبرع للسيدة المسكينة واللي زي انت ما بتقولي مستعد يقطع من لقمة عيشه علشان يساعد اطفال المستشفى؟ او حياتك هو. والمشكلة دلوقتي هي منفاخ العجلة. حماد عايز يعرف بما ان هو يعني صرف الفلوس اللي اخدها من صاحبه في اعمال البر والتقوى، هل ممكن يعني ما يقولش لصاحبه عبد الحميد على العيب الصغير ده؟ صاحبه عبد العزيز يا ست ام حماده. الله ينور عليك، ربنا يفتح عليك كمان وكمان. ممكن بقى حماده ابني يداري عن صاحبه حكايه المنفاخ دي وما يبقاش عليه حرمانيه بما ان هو يعني صرف الفلوس في مصرف خير؟ شوفي يا ست ام حماده، ربنا يقطع حماده، الفقهاء اختلفوا في المسألة دي، منهم من أباح ومنهم من نهى، لكن القول الأرجح والله أعلم هو قول الشيخ سيدي البيهقي شلولح ابن برقوقة عن سيدي الشيخ شهياص ابن المبحبح عن سيدي قتادة ابن ميمونة الأخزع عن سيدي ست أم حمادة. انت عندك وقت؟ لا يا حبيبتي خد راحتك على الاخر، وهو يعني كلامك الحلو ده عن اسيادنا ومشايخنا هيمنعني اقور الكوستين اللي في ايدي؟ قولي يا حبيبتي قولي انا سامعاكي. احنا كنا وصلنا فين؟ كنا وقفنا عند سيدك قتادة ابن ميمونة ابن خزاعة. نعم، عن سيدي قتادة ابن ميمونة الاخزع، او كما جاء في رواية ست ام حمادة ابن خزاعة، عن سيد الإمام جريدة ابن حنبلة، عن سيد الواعظ ابن البهيزي، عن سيد الإمام بقرور ابن بهروز ابن السلتحة. إنه قد يجوز وقد لا يجوز، أنت وشوقك يا ست محمدة. وإلى هنا نستودعكم الله إلى حلقة قادمة.